والأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. اليوم راح نحكي عن أعراض نقص الهيموغلوبين بالدم أو نقص الحديد أو ما يسمى اصطلاحا مرض فخر الدم، وأثر هذه الأعراض على الشخص الصائم أو الشخص العادي بالأيام العادية، كيف يتجنب هذه الأعراض وخطر هذه الأعراض. أول شيء خلينا نحكي عن الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هو بروتين موجود بالدم، والحديد بيكون موجود بتركيبته وبنيته الأساسية. هذا البروتين مسؤوليته انه يرتبط بالاكسجين اللي بالرئتين وينقل الاكسجين لباقي خلايا الجسم واعضاء الجسم وانسجه الجسم. فبالتالي نقص الهيموجلوبين بيسبب اعراض خطيره جدا وصعبه جدا. اهم هذه الاعراض هو الشعور بالتعب والارهاق العام، وذلك لانه كميه الاكسجين اللي قاعده بتصل للخلايا كميه قليله، فبالتالي انتاج الطاقه بقل بالخلايا، فراح يحس الجسم بالتعب والارهاق. هذا كله نتيجه لنقص الهيموجلوبين بالدم. ومن الأعراض الأخرى الثانية إنه انقطاع متكرر بالنفس، بيصير الواحد من أقل جهد أو يمكن بدون أي جهد يصير عنده انقطاع بالنفس أو ضيقة نفس. هذا الحكي ناتج لأنه كمية الأكسجين كمان اللي بتصل للخلايا والأنسجة كمية قليلة. والعرض الثالث ومن الأعراض الخطيرة هو زيادة نبضات القلب وخفقان القلب، وهذا الحكي لأنه كمية الأكسجين اللي بتصل للخلايا والأنسجة بتكون قليلة، فبالتالي بنجبر القلب انه يزيد ضخ الدم ويزيد تدفقه ويزيد عدد دقاته حتى انه يوصل كمية اكسجين كافية لهذه الخلايا. وفي من الاعراض المهمة اللي بيقدر الواحد من خلالها يشخص الشخص هذا انه مصاب بنقص الهيموجلوبين بالدم، وهي البيل شيب بسموها، او شحوب الوجه. بتلاقي وجههم على صفار او في شحوب بالوجه او مبين عليه شعور بالتعب، وهذا الحكي نتيجة لنقص الهيموجلوبين بالدم. هناك بعض الاعراض الاخرى انه بتكون كف اليدين او كف القدمين من تحت بكون فيهن برود دائم، بشكل دائم برود دائم، وهذا الحكي بكون نتيجة لنقص الهيموجلوبين. طيب هسه احنا بدنا نحكي عن العلاج. علاج الهيموجلوبين الان في له نوعين، في علاج غذائي وعلاج دوائي. بس بدايه قبل ما نحكي عن علاج خلينا نفرق ما بين الهيموجلوبين والفريتين. الفريتين ما يسمى مخزون الحديد. الهيموجلوبين بروتين موجود بالدم مثل ما حكينا، مهمته الاساسيه يرتبط بالاكسجين ويوزع الاكسجين على خلايا الجسم. اما الفريتين او ما يسمى مخزون الحديد، هذا بروتين موجود داخل الخلايا، مهمته الأساسية تخزين الحديد وإطلاقه في حال الحاجة إليه، تمام؟ ولكن أعراض نقص الفريتين أو أعراض نقص الهيموجلوبين هي متشابهة، لأنه اثنين شغلهم بكمل بعضه ولكنهم يختلفوا عن بعضهم. الهيموجلوبين بروتين موجود بالدم، والفريتين بروتين موجود داخل الخلايا. طيب خلينا نحكي الآن بالنسبة للعلاج من نقص الهيموجلوبين بالدم. خلينا نبدأ بالعلاج الغذائي. أول إشي بالعلاج الغذائي بالنسبة للصائم وللشخص العادي، يجب الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل اللحوم والخضروات الورقية اللي ومن أشهرها السبانخ. ولكن في نصيحة بالنسبة للأخوة الصائمين، يجب عليك أنك تبدأ إفطارك بالتمر، لأنه التمر فيه سكريات بسيطة وسهلة الامتصاص، وهذه تساعد وتحفز عملية امتصاص الحديد أثناء عملية الإفطار. اثنين، الاكثار من الاطعمه التي تدعم وتساعد امتصاص، التي تحتوي على مواد تدعم وتساعد امتصاص الحديد مثل الاطعمه التي تحتوي على فيتامين سي مثل الحمضيات والمشروبات المشروبات المنتجه من الحمضيات. والنصيحه الثالثه، الابتعاد عن الاطعمه والمشروبات التي تعيق وتعرقل عمليه امتصاص الحديد، واهم هذه المشروبات اللي هي المنبهات اللي هي القهوه والشاي والشوكولاته. فهذه الأمور الابتعاد عنها قدر الإمكان، والابتعاد عن التدخين قدر الإمكان. هاي بالنسبة للنصائح الغذائية. أما بالنسبة للنصائح العلاجية، فالآن النصائح العلاجية بالنسبة للدواء. العلاج الدوائي بالنسبة للحديد يعتمد على العلاج التكميلي للحديد، والعلاج التكميلي للحديد يوجد على العديد من الدوزج فورم أو الأشكال الصيدلانية. بيجي على شكل حبوب، وبيجي على شكل إبر بالوريد IV، وبيجي كمان على شكل مشروب بالفم. طبعا اللي بيحدد نوع الجرعة أو كمية الجرعة هو الطبيب المعالج، لأنه هذا الطبيب بناء على الفحوصات اللي راح تعملها ويشوف نسبة الهيموجلوبين أو الفريتين بناء عليها. والنسبة الطبيعية للهيموجلوبين هي ما بين 12 إلى 16
ملغرام لكل ديسيلتر. فالان الطبيب بعد ما يشوف هذه القراءات ويشوف هذه النسبه بيحدد لك شكل ونوع الجرعه الدوائيه اللي تاخذها. الف سلامه للجميع، ونتمنى السلامه للجميع، وكل عام وانتم بخير مره ثانيه.